السلام عليكم ورحمة الله. اليوم جيت نسرد لكم واحد القصة اللي هي واقعية، وقعت في أحد البداية ديالها في الأسواق، في واحد السوق من الأسواق الأسبوعية اللي كتكون في الضواحي ديال المدن، وبالضبط السوق ديال حد الدرة في النواحي ديال اللي كاين في الشيضمة. المهم، واحد النهار في واحد السوق ديال الحد عادي، حتى في الرحبة ديال البعيم، يعني في السوق ديال البعيم، في الماشية ديال الماشية، ناض واحد الصداع. مني منك انت داير فاعل كذا 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 كذا. ناض صداع ما بين واحد السيد اسمه بوجمعة وواحد سميتو سعيد. سعيد كان معروف بديك الظرافة ديالو، درويش وإنسان خالوق، طبيعي السلامة طلبي السلامة. أبو جمعة كان متعني بزاف، عنده المعارف، عنده زعما الفلوس، عنده الجاه، عنده الناس اللي تكي عليهم، هاد المعنى تيقولو هذا، تكي عليهم زعما كيعاونوه، كيسند عليهم في ظروف صعبة، في المشاكل ديالو، في صداعات وما إلى ذلك. شد ديك هذاك السعيد، شدو مرمدو مزيان بالكلام خايب وما حشمش وما رعاش وما حتى يقول شي كلام صعيب على هذاك السي سعيد، اللي السمعة ديالو هو مزيان، غير الاخر بدا كيتلفظ بنابورت كوا، يعني باي حاجه بدا برك عليه بالكلام الخايب. دخلوا الناس من هنا من هنا، الله يهديك الله يهديك، هذا تفرقوا، مشى كل واحد في حالته، كل واحد مشى يكمل السوق ديالو. مشات ليام وجات ليام، سعيد تيهبط تيمشي، المهم تيمشي للمدينة، هبط للمدينة كيقضي الأغراض ديالو، المصالح ديالو، السكرات في الدار، وكيمشي للمدينة عادي. جلس في واحد القهوة، جلس في واحد القهوة كيشرب قهوة ديالو، كيتستراح. قريب منه كاين واحد السيد، يعني الطبلة اللي حداه، الطبلة اللي حداه، الناس تجابدو الحديث، شاف فيه السلام عليكم، جابدو الحديث، قرب لاخر حداه، بقى مجمع وياه، مني منك، هذا انا فلان، كنعيش هنا، خدمتي هادي، يعني جبدو حديث عام، يعني شامل اي حاجه، المشاكل الاجتماعيه ديال الدنيا وديال ديال البلاد وديال ديال هو ما الى ذلك. المهم حديث مختلف. ايوا قال لي ديال راه السمسار، الاخر قال لي انا راه كنبيع شي في البعايم، راه كنكون في هذا السوق الفلاني الكبير، وكنكون في بعض الاسواق اخرين. وقال لي الاخر، قال لي ودي هاد الطاس مساط راه ما فيها شاي، و عرفتي كدا كيتمن مع الوقت وهذا، والعقار تيطلع تيهبط تيطلع كيتجاب جاب دو اطراف ديال الحديد. بسلامة بسلامة، السمسار عطا الكارت فيزيت ل السي بوجمعة، السي سعيد بلوتو، السي سعيد مشى، وكل واحد مشى طريقو، الله يعاونها. مشات وجات ليا، سعيد بغا يشري شي محل في المدينة، بيشري محل في المدينة، ما خطر ليه في بالو إلا داك سعيد اللي عنده الكارت فيزيت ديالو. قال لك إلا السمسار عنده الكارت فيزيت ديالو. مشى، هي أول ما دار عيط ليه، قال لي أودي أنا غادي نهبط للمدينة، وراه بغيت كل واحد الغرض اللي هو اللي كاين في حرفتك، يعني اللي قدرت تقضي لي الغرض، الله يحفظك وداك الشيء. قال لي مرحبا، جا نزل عنده للمدينة، تلاقاو في نفس القهوة معلومة، جلسوا بقاو مجمعين، كاين مجمعين. قال له ودي انا راه بيت واحد البارتمان، عرفتي بيت نستمر فيها، عندي واحد الشيء ديال الفليسات وخصني نستمر فيها، نحط فيها فلوسي، ربما نكريها، ربما نبيعها، ربما نتو عليه نحيد عليها شويه ديال الفلوس، زعما نديرها بشي حاجه. قال لي خير ما درتي، مزيان، اتفقوا الثمن، دا دورو
على بعض المحلات، شوف هادي شوف هادي شوف هادي، دعاتي تدور وياه. فعلا عجبو واحد المحل، اتفقوا مع البائع، كانت الامور ديزا بخير، يعني واش الوريقات هما هادوك، واش هكا الفلوس كاملين كذا، شحال غادي يدي نتا، شحال، المهم تفاهموا على كل شيء، كان الاتفاق. جلسوا قالوا الله يسخر. اوف هذيك الجلسه فاش جالسين مجمعين على لافير ديال الدار، بقاو مجمعين، انا راه كذا انا راه كذا، بقاو مجمعين انا راه كذا انا راه كذا ما الى ذلك. قال لي جبدوا السوق وجبدوا الناس ديال السوق والناس ديال اعيان ديال المنطقه، مني منك جبدوا السي بوجمعه، السي بوجمعه جبدوا السي بوجمعه. قال لي اودي على تعرف فلان؟ قال لي الله ودي. قال لي راه كي قال السي سعيد، قال السمسار، قال لي على تعرف بوجمعه؟ قال لي اودي بوجمعه راه صديق ديالي حتى هو، راه تيريح انا وياه وداك الشيء. قال لي ما كنخلو لابيرا لا نخلو. قال لي في واحد شي ديال البوزات والنفخه، قال لي وفيما مشينا كيبدا يشتت في الفلوس وما عنده سوق وكيتعنى، ما عرفت بشي ناس وما تيخاف، هو قال لك متحد وكيتعلى على كل شيء، واحد الاسلوب باش كيتعامل، واحد النخوه، ماشي النخوه هذيك الغلو، يعني الانسان كي يبدا يتبوزا بالمعنى، يعني كيقول لك يتبوزا في اي مناسبه جات. سي الكارسون الى خص الى 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 طلب 400 تيعطي 600، وهذا يعني قال لي ولا قال لي ولا مشى التسكر، قال لي الشوها صافي، كيدير الشوها صافي على الهضره ولا غوات والصحه وما الى ندير الفلوس. قال لي اودي اسمع لي يا سي السمسار، هذاك بوجمع راه تكرفاس عليا وتعدى عليا، وراه مرمدني واحد التمرميده قدام الناس في السوق، وانا السومه ديالي ما دايراش بحال هكاك، وقال شي كلام لي ما فياش وتكرفص عليا من المزيان، وانا الله يرحم لك الوالدين انا بغيت ننتقم منه بشي طريقه، وانت غادي تعاون بي، وانا موجود من مليون حتى لخمسه ديال الملايين، انا بيتير السمعه ديالي اللي مرمد ليا بيت الردة وننتقم منه، شوف لي شي حل الله يرحم لك الوالدين. وقال لي ما طلبتي الموجود؟ قال لي سهلة. قال لي واش نخلاو ضربوه؟ قال لي اودي لا، كون بيه خلي ضربوه، كون خلي ضربوه نيت انا. قال لي اودي انا بيت نمرمدو واحد التمرميدة يشوفو الناس يطيحو منو. قال لي كاينة الله يا ودي. قال لي كاينة. قال لي واش نتا موجود؟ كاينة موكا. قال لي كاينة موكا. السلام عليكم. قال لي شوفوا السي سعيد، عرفتي اش غادي نديرو لهذا الراجل؟ قال لي غادي نجيب الحاجه اللي تيبغي، اللي غادي يسعى فيها وترخى فيها، ودير دير فيه داك الساعه اللي بغيتي، بيت خلا ضربو بيت لا. قال لي انا برا قلت لك انا ما بيتش نخلا ضربو، ما بيتش نضربو، ما بيتش نحاديه. قال لي واش بدي؟ قال لي يا ودي غادي دير شي جلسه انت وياه. قال لي الله يا ودي هذيك هذه تعجبو وغادي يجيب الزربه. الله يسخر. فعلا دار واحد الخطه اللي هي كراو ان ابارتمون، كراو دار بلاصه مزيانه، كراو دار فواحد البلاصه مزيانه، وشراو الشراب وجدو كلشي سميتو عليه. وعيط هذاك السمسار، عيط لبوجمعه. فاش عيط لبوجمعه قال لي اودي سي بوجمعه مرحبا بك عندي، راني داير واحد الجلسه غير انا وفلانه وفلانه. هو جبد ليه واحد
واحد السيده كان عيني عليها وكان بحال كان نض واحد الخصام في واحد الجلسه سابقه عليها هو، وكان عينه في هذيك السيده اللي هي مشاركه معاهم حتى في الخطه وحتى هي غادي تشد النصيب ديالها. المهم غادي قال لي وعلي، قال لي واش فلانه فلانه، قال لي فلانه كاينه وكاينه مع فلانه اخرى. هي قال لي يلا يا ودي، قال له كيفاش زعما، قال لي على حسابي هذا السمسار تيقول اللي بجمعتي، يقول لي انا على حسابي اليوم. علاش؟ لانه قال لي انا جاب الله الرزق واخير سابق يعني مفيضني وطليت وكطلع فيا وداكشي، واليوم انا قال لي راه بعد واحد البيعه زوينه درت يعني درت واحد السمسيره زوينه جاب الله الرزق عاد شاركها معايا انت. قال لي اسيدي الله يسخر، يعني اتفقوا النهار وما الى ذلك. جا السي بوجمع، جا قالت لك المصياده ديالو، جا القتيله ديالو ديال المعقول. ادخلوا ريحوا سكروا كلاو شربوا وفي هذيك اللحظه فاش كانوا كيشربوا السي بوجمع بدا تيسرسر، لانه السميسير قيد لي الخطه مع السي السعيد على حساب اش غادي يتقال في هذيك اش من الاشخاص اللي غادي يجبدوا في هذيك الجلسه اللي الكاميرات كيسجلوا ولي ميكرو كيسجلوا كلشي، ما فيها حتى شي قنت في هذيك الشقه اللي ما فيها الميكروات وفيها الكاميرات، هم قنتين ومخبيين بطريقه وبعنايه كبيره ديال المحترفين. بدا تيجبد ليه تيسرسر ليه، تعرف فلان، تعرف لا جودان فلان، تعرف جدرمي فلان، تعرف لا مقدم فلان، كاع النقط. ويجبد ليه النسيب ديالو اللي هو كلشي، هو السند ديالو، هو كذا كيتعاون معاه في كلشي. المهم الى داك نسيبو زعما بات مرتو، هذاك شفار، هذاك داير ولدو واحد المخار حتى هو، واحد الباسل، واحد القبيح، واحد الباسل ما فيهم خير. والمرا راه الله يلعن ليها غال تصيله البراولة اش بدو جبدو خلاوه يسرسر ديال المعقول، سرسر مع راسو مزيان، خرج هذاك الشيء اللي عنده. الخطه الزوينه اللي بتكرفس لك السي بوجمعه بغيت تكرفس المعقول. وسيدي دخل الطواليت، عشاكم دخل الطواليت، خرج تلقى سميره ما كايناش والبنت اللي معاه ما كايناش، دار هكا السميسر قال لي فين، قال لي راه هربوا. كيفاش هربوا؟ هربوا واش يلبسوا؟ خرج مع الدروج خرج لهداك الحي وبدا تيسب، الله يعين على الكذا، الله يعين على الكذا، الله يعين على الكذا. الناس اتصلت بالشرطة، الضوضاء والغوات، السكر البين ولا العلني، طارت الفوضى. يلا طلع لطوموبيلتو، هذا راه مارشو البوليس. الله اكبر، السياقة حالة السكر والسكر البين، الله اكبر. احتاجوا السيارة، الدوري نسي سيبو جمعي يدفع هاد الليلة حتى يكمل الدفع ديالو في السيلول. داو ما عليتناش، هذاك سيبو جمعي مشى للسيلول، البارتمان تجمعو منها لي ميكرو، تجمعو منها الفيديوهات اللي كاينين، تجمع داكشي بعناية، سلمو سميسير، سلمو سي سعيد، دا الواجب اللي عليه، انا داو داكشي متفقين، كل واحد دا النصيب ديالو من الممثلين، الممثلين داو النصيب ديالهم. امشى السيد بحالو، لا غد ليه هذاك في السيلول،
ولا غد ليه كيتسنى هذاك اللي بسلو كيتسنى النسيب ديالو يوقف معاه كيما سميتو عليه. الا وصلوه الفيديوهات ووصلوه التسجيلات والكلام اللي كان كيقول عليه، ما وصلوا حد هذاك السي السعيد، ما وصلتو لا مرتو، ما وصلوا لا نسيبو لا نسابو لا تحت. ضرب 3 ديال الشهور في هذيك المناسبة، طلب حكموا عليه ب3 ديال الشهور ديال الحبس، ونزعوا ليه الرخصة ديال السياقة ديالو واحد المدة معينة، لأن القانون هذا الدار فين ما فين كان ساكن اللي كان عاطيه نسيبو مشات ليه. فاش خرج من الحبس ربنا خلقتنا، ما بقات عند ما كيشوف فيه شي واحد في السوق، السمعة ديالو تحت الحضيض، المال ديالو واش كان كيتعنى ليه، هو النسيب ديالو مشى، طوموبيل واش كان كيديبلاسي وكان كيترزق على الله مشات حيت ديال النسيب، زوجة ما كايناش في الدار لأنه ديال النسيب، ومن على هادشي كامل هادشي في نزوه ولا في سميتو بدات كيخسر الهضره مع الناس في السوق وكيتعدى وما الى ذلك، انتقموا منه عادي. داكشي بنادم هذا قد ما اديتينا غادي ناديك ولا الا من رحم ربك. وهاد القصه هادي هي عبره، والإنسان يتعامل مزيان ويتصرف مزيان مع كاع الناس وبحسنى وبحسن نية، والله يهدي الجميع. إخوان ديالي والأخوات، القصة الماجية إن شاء الله هي القصة الماجية هي انتقام، ماشي انتقام، هذه الجاية ماشي انتقام. تقريبا فيها انتقام، مي بواحد الصيغه اخرى، ديال واحد الخصام عائلي تلا بجريمه، يعني كان خصام وصدق جريمه. ونتمنى الله السلامه والعافيه، والسلام عليكم ورحمه الله.